بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. طيب، كما لا يخفى على الجميع، ما يحدث في فلسطين أو ما يحدث في بيت الله بيت المقدس من اضطهاد ومن ظلم ومن منع المسلمين من دخول بيت المقدس ومن الصلاة في المسجد ومن قصف وغير ذلك. طيب، حاجة الأولى اللي نتكلم فيها أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط كما يعتقد اليهود أو كما خطط له اليهود. سابقا في السنوات الماضية كانت القضية الفلسطينية أو قضية القدس كان يتكلم عليها كامل العالم، كامل المسلمين، كامل العرب، كامل الدول يتكلموا. ثم من بروتوكولات اليهود الصهاينة أو مخططتهم أخذوا التضييق تضييق 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 القضية حتى أصبحت القضية الفلسطينية لا يتكلم فيها ولا دخل أن يتكلم فيها إلا الفلسطينيين، وهذا خطأ. القضية الفلسطينية بيت المقدس هذه قضية كامل العرب أو كامل المسلمين في كامل الكرة الأرضية، بل كامل سكان الكرة الأرضية، لأن فيها ظلم، فيه جور، فيه احتلال. وجب على أي شخص في العالم أن يتكلم فضلا عن كونه مسلم أو عربي أو غير ذلك. لذلك القضية الفلسطينية تهم كل مسلم بوجه الخصوص. لماذا؟ لأن بيت المقدس أو المسجد الأقصى هذا شعيرة من شعائر المسلمين. الدفاع عن البيت المسجد الأقصى كالدفاع عن مكة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قارن البيت المقدس في القرآن بالبيت الحرام. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قارن الله تبارك وتعالى. لذلك الدفاع عن القدس وعن بيت المقدس كالدفاع عن بيت الحرام اللي هو مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد هذا اللي هو المسجد النبوي، والمسجد الحرام، وبيت المقدس. إذن القدس هو شعيرة من شعائر المسلمين وخاصية من خصائص المسلمين. بيت المقدس ولا فلسطين ولا القدس أرض مقدسة وأرض مباركة، أرض الأنبياء، ما من نبي إلا وأقام في فلسطين، أرض مقدسة. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أرض فلسطين أو أرض الشام بصفة عامة. أرض الشام، لما نقول أرض الشام بصفة عامة، فلسطين، سوريا تدخل فيها فلسطين كذلك. طيب، أرض مقدسة. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن عن موسى عليه السلام: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذن فلسطين، بيت المقدس، أرض مباركة، أرض مقدسة، شعيرة من شعائر المسلمين. وبين العلماء أن الدفاع عن شعيرة من شعائر المسلمين هو من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم. وجب على كل مسلم أن يطلع على هذه القضية ويتابع ويشوف ماذا يحدث في فلسطين، ماذا يحدث لإخوانه المسلمين في فلسطين، الأحداث. كثير من الناس شغلوا ولا يتساهل ولا يتذمر من هذا الأحداث وما يتابعش الأحداث وتسقسي يقول لك ما على باليش وما تهمنيش وخاطئني. لا، القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي، قضية كل مسلم. لماذا؟ لأن بيت المقدس خاصية وشعيرة من شعائر المسلمين. وجب على كل مسلم أن يتابع هذه القضية ويدافع عنها ويتكلم بالمنشورات، بالفيديوهات، بالدعاء، بالطلب من ولاة الأمور أن يتكلموا. طيب، الحمد لله كاين بادرة خير تظهر في الأفق. تكلم الرئيس تاعنا حول القضية، تكلم الرئيس التركي تاع تركيا قال أنه سيبعث الجيش، كي يتكلم أحد رؤساء القارة الإفريقية ما على باليش تكلم، ومهم في بادرة خير. نسأل الله عز وجل أن يقيض من يدافع عن إخواننا المسلمين في فلسطين وأن يرد بيت المقدس إلى المسلمين. طيب، شيء مهم حتى نسترجع البيت المقدس وحتى نسترجع القدس للمسلمين، وجب أن ننصر الله تبارك وتعالى وأن نعود إلى ديننا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل لن ينصرنا ولن يعيد إلينا شعائرنا ولن يعيد إلينا بيت المقدس حتى ننصر الله وحتى نعود إلى ديننا وحتى نطبق معالم الدين. كثير من الناس يفخر بتشبهه بالكفار،
ويتذمر ويعتبر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخلف وشيء قديم، وهذا هو عين الذل، وهو عين الهوان، وهو عين الخسارة. لن ننصر بهذه الطريقة، سننصر ويعود إلينا بيت المقدس لما نتشبث بديننا وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نصرة البيت المقدس ونصرة القدس ونصرة الفلسطينيين ليس بالصراخ وليس بالفوضى وليس بالمسيرات وليس بالأشياء، وإنما ننصر بيت المقدس بالرجوع إلى ديننا. الذين فتحوا بيت المقدس أو على رأسهم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان مثال وقدوة، قدوة في 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 التثبت وبالتشبث بدين الله تبارك وتعالى. والجيش الذي كان مع عمر بن الخطاب كانوا على كلمة رجل واحد، لذلك نصرهم الله وفتحوا بيت المقدس. إذا أردنا أن نسترجع بيت المقدس وننصر الفلسطينيين، علينا أن نكون مثل عمر بن الخطاب، وأن نكون مثل جيش عمر بن الخطاب، وأن نطبق دين الله، وأن ننصر الله كما قال أحد العلماء، بارك الله فيكم. لذلك وجب على كل مسلم، كل عربي، أن يتكلم عن القضية الفلسطينية وأن يتابعها وأن يتكلم عنها ويدافع عن الفلسطينيين، ويطلب من رؤساء الدول ويعمل منشورات ويعمل فيديوهات ويتابع القضية ويؤيد الفلسطينيين في قضيتهم، لأن القدس للمسلمين وللعرب، وبيت المقدس وفلسطين دولة فلسطينية، واليهود الصهاينة عبارة عن احتلال، احتلوا هذا الأرض وأرادوا أخذها من أهلها. لذلك نسأل الله عز وجل أن يقيض لفلسطين من ينصرها ويدافع عنها، وأن يرد المسلمين إلى دينهم حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا ويكتب لنا الدخول إلى بيت المقدس والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بمئة صلاة أو بمئة ألف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في بيت المقدس مضاعفة مثله مثل بيت الحرام أو المسجد النبوي. أسأل الله عز وجل أن يرد بيت المقدس للمسلمين، وأن ينصر إخواننا الفلسطينيين. وكما قلت، وجب على كل عربي، على كل مسلم، أن يتابع القضية وأن يدافع عن الفلسطينيين، وأن يتكلم عن القضية ويكون له رأي فيها ويكون له تدخل فيها، لأن بيت المقدس شعيرة من شعائر المسلمين، وأرض فلسطين هي أرض العرب وأرض الأنبياء وأرضنا جميعا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.